الإسعاف الفوري هي رقمها 122. احنا على مدار 24 ساعة ننقل الجرحى وننقل ايضا المصابين، ننقل الحالات من مداخل منازلهم الى المستشفيات. فاحنا على مدار الاتصال على 122 نقدم لهم كل الخدمات والوسائل الراحة للمرضى. بس نريد نطلب شيء واحد من قبل اذاعتكم الكريمة، انه بس يبقون ويانا الناس، انه من يتصلون ينطونا بلاغ صحيح. اكثر الابلاغات اللي تجي على رقم 122 والله العظيم اكثر هي ابلاغات كاذبه مع الاسف. نصل للحاله بالوحده بثنتين بالثلاثه بالليل الى مناطق بعيده من تكريت، يعني مثل الاقضيه، مثل العلم، مثل البعاجيل، مثل بيجي. نطلع نوجه العجلات من ضمن قطاعات، نطلع نلقى البلاغ كاذب. هذه واحد. واثنين، نوصي كل الناس من يتصلون على 122 خلي يعطونا شويه صبر، لان السيارات كلها باستنفار واحنا بخدمه الناس وبخدمه شعب محافظه صلاح الدين. ما نحتاج اي دعم، بس انه الناس تدعينا انه الله سبحانه وتعالى يقضي على هذا الفيروس والمرض اللي يجتاح العالم كله. ارقامنا متوفره وعلى مدار 24 ساعه، حتى ارقامنا الشخصيه بدات الناس تعرفها، بدات تتصل علينا من يلقون الرقم 122 مشغول، واحنا بخدمه المحافظه وبخدمه مواطنينا ان شاء الله ما نقصر وياهم.